نتعرف على مقدمة الشوط في هذه اللحظة مع هذا الشوط، مع شوط الجعدان المحليات، والمقدمة هنا مع ظبيان على مقدمة الشوط. المقدمة هنا ظبيان عبيد مبارك بلحول الحارثي على مقدمة الشوط وعلى الانطلاقة الأولى في هذه اللحظة. المركز الثاني هناك شاهين عوض بن مهنا المحرمي مع ثاني المراكز، مع شاهين ننطلق مع ثالث المراكز في هذه اللحظة. هملول بشعار محمد بن عبيد بن غنام المزروعي مع ثالث المراكز، رابع المراكز المتواجد رابعا ضاري وعيد عبيد بن زيتون المهيري مع رابع المراكز ينطلق بشعاره مع ضاري. المركز الخامس في تواجد لمياس محمد بن سالم بن راشد الرقراقي المزروعي هنا مع سادس المراكز ولا خامس المراكز. المركز السادس شعار بن زيتون، هنا يتواجد غازي مع عتيق بن محمد بن زيتون المهيري متواجدا في سادس المراكز. ننطلق مع سابع المراكز في هذه اللحظة، هنا شعار بالعوضي، نعم هملول محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي مع سابع المراكز. المركز الثامن يتواجد في هذه اللحظة هملول أيضا صالح بن هزيم المزروعي مع ثامن المراكز. المركز التاسع، المركز التاسع هنا شعار ماجد بن راشد الغويص يتواجد مع مشكور وتاسع المراكز. شعار من الساد هنا يتواجد سالم بن سهيل من شرق العامري يتواجد مع سلهود مع تاسع المراكز. عاشر المراكز في هذه اللحظة محمد بن راشد بن مفتاح الشامسي أيضا شعار على ظهر شاهين. إذا هذه الأسماء وهذه الانطلاقة وهذه التحديات وهذه الشعارات المتابعة والمرافقة لهذا الشوط، الشوط الجعدان المحليات في انطلاقة مثيرة، في تحدي مثير، في بحث عن الناموس وعن نقطة تسجل في ميدان الوثبة في انطلاقة. هنا نعود إلى مجريات الشوط، إلى شعار محمد بن عبيد بن غنام المزروعي المتقدم والمنطلق هنا في مقدمة الشوط في هذه الانطلاقة في هذا التحدي. هنا يسير ويباعد المسافة هنا مع هذه اللحظة بعد انتهاء النصف المسافة المقررة 5 كيلومترات. إذا محمد بن عبيد بن غنام المزروعي مع هملول على مقدمة الشوط. المركز الثاني شعار صالح بن هزيم المزروعي يتواجد مع هملول على ثاني المراكز في هذه اللحظة. ثالث المراكز غازي يتواجد ثالثا، عتيق بن محمد بن زيتون المهيري على ثالث المراكز. رابع المراكز في هذه اللحظة وفي هذا الانطلاق مياس يتواجد رابعا، محمد بن سالم بن راشد الرقراقي المزروعي، وخامسا في هذه اللحظة يغير على رابع المراكز شعار بالعوضي يغير في هذه الانطلاقة هملول محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي. هنا غني عن التعريف هذا الشعار يتواجد وينطلق مع رابع المراكز. خامس المراكز يبقى في هذه اللحظة هنا مياس محمد بن سالم بن راشد بن رقراقي المزروعي، وسادس المراكز في هذه الانطلاقة في هذا التحدي الكبير يتواجد وينطلق هنا في أول نداء لشاهين حمد بن نابت الخيلي، وخامس سادس المراكز، سادس المراكز في هذه اللحظات يتواجد مياس خادم بن محمد بن أحمد بن مطر الرميثي، وسابع المراكز هناك شعار سالم بن سهيل بن شرق العامري يتواجد مع سلهود، وثامن المراكز هنا شعار الغويص ماجد بن راشد الغويص، وتاسع المراكز في هذا الانطلاق تاسع المراكز النشمي ورغش بن حمد بن خيرات العامري، وعاشرا في هذه الانطلاقة يتواجد هنا شاهين محمد بن راشد بن مفتاح الشامسي. إذا هذه الأسماء العشرة في ثاني النداء في انطلاقة مثيرة. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى محمد بن عبيد بن غنام المزروعي مع هذه الانطلاقة مع هملول يفتتح الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير عن خط النهاية يفتتحه في هذه اللحظة هملول. وأشاهد ثاني المراكز يقترب هملول أيضا آخر، صالح بن هزيم المزروعي هنا، الدماء الهملولية تسير في أول المراكز وفي ثاني المراكز، ولكن الخطورة قادمة، الشعارات قادمة يا بن غنام، الشعارات قادمة يا راعي هملول.
هناك الشعارات، شعار بن زيتون، شعار سالم بن زهيل، هنا أيضا شعار الخيالي. يا سلام، هناك 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 المقدمة لا زالت هنا مع مقدمة الشوط مع محمد بن عبيد بن غنام المزروعي مع مقدمة الشوط، ولكن ثاني المراكز الذي اقترب شاهين حمد بن نابت بن خيلة العامري يقترب مع هذا الشعار ومع هذا الانطلاق. المركز الثالث شاهين محمد بن راشد بن مفتاح الشامسي، خلوني مع المقدمة، خلوني. يا سلام يا سلام، انطلق شاهين، شاهين الدماء الشاهينية، هنا حمد بن نابت بن خيلة العامري ينطلق مع هذا الانطلاق المثير، مع هذا الشعار، مع هذا التحدي. تهانينا تهانينا والناموس لحمد بن نابت بن خيلة العامري على فوز شاهين، على انطلاق شاهين، على انتصار شاهين في هذا الشوط. تهانينا والناموس لهذا الشعار ولحمد بن نابت بن خيلة العامري على هذا الفوز مع شاهين. تهانينا والناموس. المركز الثاني هملول محمد بن عبيد بن غنام المزروعي، ثالث المراكز سلهود سالم بن سهيل بن شرقي العامري، رابع المراكز رابع المراكز النشمي رغش بن حمد بن خيرات العامري، وخامس المراكز يتواجد شاهين علي بن سعد المري، وسادس المراكز غازي عتيق بن محمد بن زيتون المهيري، وسابع المراكز مياس خادم بن محمد بن أحمد الرميثي. ثمان دقائق ثلاث ثواني أربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالكي شاهين حمد بن نابت بن خيلة العامري. تهانينا والناموس. المركز الثاني ثمان دقائق ست ثواني.